كدواد شن بقول قيس وكم إذا تتك دان يرتاح كل قن مجاور الله سبحانه أي ويريان قل قيس سأبارة صبر كعيان أيام ما أنت الوقي بيراشين مع الماء كاس ومملكة دولته وصدق ماذا الله سبحانه الوقي بيبر حد دولته وسع وحنا ما دش راشين قال الوقي من يجوب شو كها برساب كعيان كقبل كسر أنا كسمع برساب كعبد الرشيد حرس دمر ويريح الرالية قبل كسر تدواه وسارد عافمات كي قبل كسول يو لبا قدومي عور كناو قبل كسول وحنا دمان تود بيسوي ذا دوي سيدا ونعكسنا مامور كا دولد هو ساعي وضان قيب انت راشين كدن دات كدن يرتالو قطال قرار وضان ايشان بقول وقوي سراشين كود لقيه دولد هو سي ايا الله حضي ومامور كي دقمدو اي عنين تاسمك اي دعضي سحفد ايا لقليه وحي نغطي عنيقا ما يركي الدقمة ذا قدومي كسماء قدومي قبل كا يوح الدبانة ذي قلها الدقان كا يوح إذا كبوليس كغيبة كم ذا إنا نقول ما أدنو إنا نروح انتا هو بنو وحي كتشلا وحانا نوفر بخاركي أي راشن كاسي لين شم بقول وقش راشن كودي بيش يالو تتبضي النبو سويا تتبضي ربها النبو شرا وحفي عن سيدا وشاق إلا الوقتي بس سحدي داي كير إيه أنا هنا تدك باهم سيو كل باهين سيف على النظام صن يقول إن نظام خشقة يا وسيف على هو قاتل وإيه الوحيلية يرن نظام يان إن نقول أيضا إنه تدك باهم وحوي أنا تدك واحد يا شلون كقول ورك سحب بعد ريا وحال يرمك راشك تشن عشوي عليه شن تاع عشبان كقول وحيو قبران دقي ما يركو دقو دقو ماذا قبران دقي إن ودك باهنا يسوع قرتي دك قبل كباهنا بكرة بطاي شن تاع عشبان كقول حقال بانو كهين وركو تركو تريانا بحاي وحال يمر يهال قدي وحال يري راشك ولا دعي ولا بابا حلبانة دي بالنصدي وحن هالك الله يذكو عضينا يا إنا الحلبانة ذو حبل النصنين ما يركون عن وحبل النصنين وحي هالك هذا ركتنا مقر يا مقال هالك وحي نشخد يهور الله تعالى كدوان إلا قصة بندق يا هالك نير والبنت لو قلت لك اللي حافظ حافظ وقف رزينا يو إن دويد أما أيامها ما بحش للشيء يور الشيء راشين كي ما يرك دقمة الله سبحانه وتعالى يقولها تيجان كوي كنا الله سبحانه وتعالى لو قلت لك ليتات كباهن دقمة الله سبحانه وتعالى كل غن راشين كائن الله صدق سيدا وشري حير الله قولكم ساك وحنو أنمي إن نوجانو حالات كتيرة أما رنتها أما بينتها كتير ذلك حنو أنو أرجعنا وين ده يو كواركين يا أو أنو لغشة كين إن راشين كي شنت بقوله قيسها قيس والبقولها شو دقيقة يشوف سكرة يشوف بريسة يا عقد سليدة إن وساك يا له إن حرنتها دولة غوصة بخار كده أنا هلك أكو قيمين الدولة هوسة حرونت الدولة هوسة دكمة الله سبحانه راشين كيماير كوكا كياني برعو أو هاشم تبقول قيس تاسو أنا ما أنت نسوي ركوت كقاعد نمر كانوا بخار كبراوي ناي وين لا تشوك تمرح الجول كا وين لا تشوك ينسمع بالشلو وين لا تشوك تقدمي هور كناو يا يا وحكا هور دعاء أدو عرمو صحافة ذات راشين كاسا كوا حالك نسوي مجدي دين بتجلي هذا لا حير لا لنتي والله إصلار كيوحوا هذا dadka ka masakiinta ee aad aragtaan ee halka soo farfadhiya de cidna waxeedo ma cunso gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaano Cismaan Saleeban Jaamac ayaa sheegay raashinkan ay qaybinayaan haatan iyo dadka danyarta ay kala badan yihiin balse ay muhiimada siinayaan qoysaska aad u jiraan ee deegaankan degmada Laascaanooda ka waxaan qaybinaynaa raashinkii aan ka soo qaaday burco iyadu ay ugu soo wareejiyeen maayirada maayirka berbera maayirka hargeysa maayirka gibiley waxaan u mahadcelinayaa marka hore awalan ilaahay baa mahad iska leh mar labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadka abaaruhu hayaan si hagarleeya aad ogtiin inuu ku soo dhaxmaray ugu yimi mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa maayirada isxilqaamay ee dadka baahan isu xilqaamay ee gobolada bari oo raashin ay iga soo wareejiyeen magaalada Burco aan halkan keenay sidaad ogtiin ba saxaafadda warar laga saaray in maayirkii xilibaanisu ay raashinkii qaybsadeen saxaafadda saaka waxaan keenay guddida nabadgelyada xeer laalinta maxkamadda intaba culimada albaabka waxaan saaka ku furay raashinkan soo qaado dhammaystiran inuu yaalo
waxay la tahay xilibaanadii hadashayna wuxuun bay hagaajinaysay way degdegtay dadaal bay ka hayd baa laga yaabaa inay dadaasho laakiin waxaan leeyahay waa in laga fiirsadaa waxyaalaha qofka ku soo noqonaya qofka isagoo dadaalaya inuu qarka ka rido maaha waxaan leeyahay dadka halka jooga barak dadka waxaan u soo xulay waa dadka danyarta oo soo guurtada u badan iyadoo aanu qaybta soo aadi karin qoobta magaalada soo gaadhay soo guurtadana gaar ugu qaadi doona waxooda aanu ugu soo qaybin doona baadiyaha labada taraf waa barkhad cumar axmed telefishinka qaranka somaliland laascaanood